جولة جديدة من أهم الأخبار على الصحتين المحلية والدولية من البوابة نيوز، ونستهلها بالمحلية. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا السبت أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع متكامل لإنتاج الأسماك يضم المدينة السمكية الصناعية بخبرات صينية لإنتاج مختلف أنواع الأسماك العذبة والمالحة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 3 أفراد مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وتدمير 9 أوكار وعربة دفع رباعي في حملة أمنية بوسط سيناء. شهد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئات القومية للإنتاج الحربي واتحاد الشركات الروسية، وذلك لتأسيس شركة مصرية روسية تعرف باسم روس أجرو إيجيبت لتصنيع آلات ومعدات مجمعات المطاحن. أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بحبس الإرهابي عبد الرحيم مسماري الليبي الجنسية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية وأسفرت عن مقتل عدد من ضباط الشرطة والجيش. وعربيا انضمت الأردن لعضوية مجموعة عمل الشراكة العالمية في مواجهة انتشار مواد أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال اجتماع المجموعة الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح إن التحقيقات التي تجرى في إطار الحملة على الفساد في السعودية مرتبطة فقط بعدد قليل من الأفراد ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة. أما عالميا، طرحت اليابان في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمدد ل30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وتنتهي مهمتهم في غضون ساعات. أما رياضيا، وصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بأنه أحد أفضل التعاقدات التي أبرمتها أندية القمة في البريمير ليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. أما فنيا، وصل فيلم الأكشن والمغامرات ثور راجناروك للنجم كريس هيمسورث تصدره لشباك التذاكر العالمي خلال أسبوعه الثاني حاصدا إيرادات قياسية بلغت 660 مليون دولار. ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا دوما على موقع البوابة نيوز، وفي الختام دمتم في حفظ الله وأمنه.